عيد جديد من برنامج آخر ثمن، قطع جديدة وتحف فنية هائلة، بائعين جداد ومشترين مشتاقين يتعرفوا عليها. خليكم معنا في كل حلقة، بائعين مختلفين غتكتشفوا معهم أندر القطع وقصصها. اهلا وسهلا ومرحبا، جيتي وجبتي تحفه وقطعه نادره جدا الا وهي اله التصوير. فهما فيهم بالفعل ذهب 23 كاره كيتسمى هاتف العمده. كل الاشياء الثمينه والغاليه بقيمتها الماديه والمعنويه غتكتشفوا الحكايه ديالها. شنو هي قصتك معها؟ زاد عندي ولي وهداها ليا، خديتها من عنده ودابا شي 4 سنين تقريبا وهي عندي. تواتينا انا وياك. غادي تقدموا القطاع ديالكم قدام ربعه المشترين، لكل واحد فيهم كيتنافس لشراء القطاع باخر ثمن. اش بالك اسيدي؟ الأولى في حلقة اليوم غادي نكتشفوها مع لالة سعيدة، واللي هي عبارة عن طابلة مونجي متميزة بنقشها والخدمة اللي فيها. لالة سعيدة من شقرون. من شقرون، مرحبا بك معنا. السلام عليكم. سلام لالة. جيتي عندنا من مدينة المحمدية. المحمدية، مرحبا بك وجبتي هاد الطابلة هادي. إوا أجي نجلسو باش نهضرو عليها. واخا ميمة. ياك سي عبد الجبار تفضل معنا. لالا سعيده، حكي لنا شنو حكايه هاد الطابله؟ هاد الاستاذ الكراسه ولا لا الساعه؟ هي الطابله ديال اختي، واختي مادي 3 ايام شكوى والله مرضت، ما عرفاش جاو داو الطابله. ديك الساعه كانت بديها المرض، مرضت ما جاتش في محمد، ساكنه في الرباط، وهي عيطت لي قالت لي اختي اجي عندي شنو. قلت لها ماشي مشكل، المهم الطابله كانت خديتها من الرباط. شنو سميت الاخت ديالك؟ رتيبه بشكر. رتيبه الله يشافيها ربي يخليك، كانت عزيزه غزاله، كانت عزيزه حق لا اله الا الله. هي باغا تبيع هاد الطابله، هي تعاود ترحل والفيلا عندها تبقى كبيره، ودابا منين الولاد كلشي كبر كبرت عليها. ما عندها وحده صاله وموجي في الكوزينه، بغات تخليه غادي يصلي هذيك الحاجه اللي ما عندها. تبارك الله، عندك داكشي ديال القديم، داكشي عندها تبارك الله. الله يكرمك سي عبد الجبار، هو اللي غيهضر لنا على هذا النوع ديال الخشب بعدا، والنوع ديال الاشتغال على الخشب. تقدر تحكي لنا قصه هذه الطابله؟ في الحقيقه جميله جدا، جميله جدا. ان يعني الاصل ديالها هي من سوريا، من سوريا، وهذه التقنيه المستعمله فيها هي تقنيه ديال التطعيم. تيتم التطعيم يعني لانكروستاسيون بالفرنسيه، لا ماركيتري يعني لا ماركيتري او التطعيم. كتستعمل يعني الفنان او الصانع تيستعمل واحد المجموعه من المواد المختلفه، اما للترصيع او للنقش، بحال في اللي عندنا هنايا في هذه الورود هذه، ثم الترصيع هنا بالخيط ديال النحاس. هذا النحاس، نعم. ثم هاد الورود اللي هنايا فهي من لا فوي دور، يعني الورق ديال الذهب. الجودة الخشب، هو الخشب المستعمل في سوريا هو الخشب ديال التويه، وهذا الخشب التويه هو لين في 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 الخدمه ديالو، في الخدمه ديالو. بغيت ناكد كذلك على هذه التقنيه المستعمله فهاد الطاوله، هي تقنيه ديال السفارديين، السفارديين اليهود ديال طوليطيلا، كانوا تيستعملوا بهاد النقيش هذا، هذا النقيش هذا والترصيع، الترصيع اما بالخيط ديال النحاس او بخيط الفضه او بخيط الذهب. يا زعما الخدمه، نعم. انا شفت في طوليطيلا، في الملاح ديال طوليطيلا، بعض اليهود اللي مازال تيصنعوا تيشتغلوا يعني في صناعه الترصيع. الترصيع كذلك الكراسي ديالهم فهم جميلين جدا، حتى يعني الخشب ديالهم يعني فيه واحد الليونه زعما زوينين، غير زوينين. ما عندها كيفاش فهمتي؟ لا طبعا، ما واخا ما سخياش بيهم، ولكن ما عندها ما عندها عندها تبارك الله وعلى الله يعطيها على ربي. هي في الحقيقه يعني
يمكن وبالاضافه لهذا يعني كنا يمكن استعمالها في الدار يعني كبك في الصاله. واخا انا نكون منا ما نعملش الدجاجه شنو بالك تنتينا قبل ما تجيبها قلتها لا الدجاجه بحال كتقلل من القيمه ديالها. نعم وحتى الجماليه ديالها كتبقى من بين مواد حاس مزيان لان هذا تقول بانه هذا النقش الدقيق فانه كتستريز خاصو يبان خاصو يبان لان فاتعة والدجاجه تكشفت من الكوزينه. شنو رايك في القيمه الماديه ديالها استاذ؟ في القيمه ديالها الماديه انا نقول 14000 درهم مزيان حكم لان الحاله ديال هذا يعني مزيانه غالبا تيكونوا هاد لي مبل فيهم واحد العيب ولكن الحمد لله هذه انيقه صحه جيده صحه جيده وانيقه. شنو ظهر لك لاله سعيده في هذا الثمن تقديري؟ ما عارفينش في قاعه البيع باش انا ولكن ما عطاتكش هي شي ثمن معين؟ جابها جمعيه ولد اختي جمعيه ولكن اما نتشاشر معاهم زعما بعد ما ولكن تبغي تجرب في قاعة البيع مع المشترين؟ لا بيان سور ندخل عندهم. ايوا مرحبا بك معنا. ربي يخليك امي يخليك ليلي ونتمنى لك حظ سعيد. ربي يخليك يا ربي يا ربي حتى انا فعلت خير وصافي. هذا الشيء اللي كانتينا مرسوله بالخير يا ربي تشافيها. يا ربي يا ربي امي. وغادي تشتي ذاك الباس راه هو في ديك الطبيله اخر ثمن غادي تاخذو تفضل معنا قاعة البيع. مرحبا بك. شكرا الله يخليك وليداتك. شكرا امين. شكرا اسيدي الله يخليك. قلت لك هذا زوين بزاف وبالنسبه للماكله الواحد يقدر يعمل داك الفراشات وداك الشيء المنطيليس كنقولوا المحنه ديال زوين مزاج وغمق لا بروتيجي اوسي. لا انا قلت لها الصحه ديالها كون كانت هي ابي ما تجيب لهاش الثمن اللي عطيتها. بالنسبه للثمن اللي عطاني الخبير عطاني 1,400,000 وجاتني انا قليله لان صالامونجي ماشي ديال ديك الثمن ونشوف شحال غيزيدوني ولا شنو غيديروا ليا وديك الساعات يكون خير ان شاء الله. من بعد ما تعرفنا على راي الخبير في لا تابلا مونجي اللي جابتها لالا سعيده غادي نمروا لقاعه البيع باش نتعرفوا على راي المشترين ولكن قبل غادي نتعرفوا على ثاني قطعه في حلقتنا اليوم واللي جابها السي محمد من الخميسات واللي هي عباره عن راديو عتيق. اهلا وسهلا ومرحبا سي محمد ليتيما مرحبا بك من مدينه الخميسات. مرحبا بك جناخ. لاباس عليك؟ الحمد لله. كي دايرين هاد الخميسات؟ صافا الحمد لله. جيتي وجبتي معك هذا الراديو العجيب والجميل من ايام الزمن الجميل ياك؟ من ايام الزمن. ايوا شكون عطاه لك بعدا؟ الوالده ديالي. ديال الوالده؟ اه ورشاشو على جدي. وكان عندكم في الدار هذا كبرتو له؟ انا مني عقلت هو كاين عندنا. وخدام؟ خدام. وكتسمعوا ليه؟ مره. جيتي باش تعرف القيمه ديالو الماديه هنا في البرنامج ياك؟ وجيت باش نعرف القيمه ولا كنساوي شي ثمن اللي هو مزيان علاش لا نبيعو. والوالده خلاتك؟ بصعوبه. بصعوبه. ونتلاقاو مع الخبير الاستاذ عبد الجبار بالغازي. تفضلوا تحدثنا على هذه القطعه النادره او ما نقولوش نادره. نعم موجوده ياك؟ موجوده. هذا الشيء اللي بغيت نقول بانه هذه القطعه هذه هي قطعه لا باس بها من ناحيه لانها كترجعنا لواحد الزمن الجميل. الزمن الجميل بالفعل الزمن الجميل وال يعني الشكل ديال الراديون فهو متكرر موجود في بعض الدور المغربيه موجود تنشوفوا. انا تنعقل بان حتى في الدار عندنا كان قبل ما يظهر التلفزيون وانا صغير جدا كنشوف الاباء رحمهم الله تيسمع هكا تيسمع الراديون في هذا الشكل. فداك داك التحول الكبير اللي جاء على يد ماكروني في القرن 19 في ايطاليا جعل انه الناس يهتموا بزاف لان كان الوسيله الوحيده لتوصيل المعلومات وداك الشيء هي الراديو. فقلت 40 50 سنه تقريبا يعني لا فابريكاسيون ديالو ولا الانتاج ديالو ماشي بزاف. والقيمه الماديه ديالو انا نقول 800 درهم. 800 درهم فقط درهم. فقط يعني ما تقدرش يعطيك تاع 100 درهم. ايوا شنو قلتي يا خي محمد؟ 800 درهم قليله صراحه في حقه. كنتي كتنتظر شحال تقريبا؟ كنت شي
على الاقل شي 4000. كنتي كتصادر 4000 درهم. واش عندك هاد الثمن اللي انت تخيلتيه باغي تعمل به شي حاجه معينه؟ عندك بها شي مشروع؟ واه صراحه راه كاين من نديرو بها. ياك على العموم انت ما تيأش لان باقا عندك قاعه البيع امامك وغادي تمشي عند المشترين هما اللي غيقدروا يحددوا الثمن. ونتمنى لك حظ سعيد. واخا شكرا اختي سعيد. تفضل راهو الباس وتفضل لقاعه البيع. الثمن اللي عطاني الخبير 800 درهم وما قنعنيش، كنت باغي اكثر وندخل عند المشترين ونشوف الثمن اللي عطاني ان شاء الله. وقبل ما تمر امام المشترين السي محمد باش تعرض امامهم الراديو ديالك، غادي نشوفوا مرور للا سعيده امامهم بلا طابلا مونجي ديالها واللي قدر الخبير ثمنها ب 14000 درهم. مرحبا لالا. لا سمك الله. بشكر سعيده. منين مدينه جيتي؟ جيت من الرباط. من الرباط. مرحبا. وهذا الصاله موجي محمديه. المحمديه هذه اشتريتيها ولا كتقوم في العائله؟ لا الاخت ديالي. الاخت ديالك. وهي واش شراتها من هنايا ولا جابتها؟ لا من الرباط. من الرباط. وعلاش جبتيها اليوم هنايا؟ بغينا نبيعوها لان ما غتساعدهاش في الدار اللي غادي تاخذ هي، ملي كانت دار كبيره كانت مسيعه لها، ولكن دابا ملي غادي ترحل بغات تبيعها، ما ساقياش بها بالكل نهائي. نبداو ب 4000 درهم. 4000 درهم؟ اياه. 4000 درهم خصها تتشاف بعدا. سالا مونجي كومبليت زويونه. Faire l'incrustation de le cuivre avec les motifs floraux. Vu on a tel état de là, il est sympa. Zouina ou Kvira? Ou Tchal les chaises. Je m'en ai pas. Tu as ou le khshab? Je pense que je peux pas savoir. Je pense que je peux pas savoir. Normalement, qui joue le maître ou la mienne? Je peux pas reconnaître le bois rouge, le bois de tuya. Le travail est exceptionnel. C'est un très très joli travail. Très fin. Très très fin. 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 أنا 7000 درهم. أخذتي الناس 7 أخي ديالي. 7000 درهم. خصها البلاصة بعدا تسالا مونجي اللي ياخذها خصها البلاصة. ها وخصي البلان ديالها يعني ماشي ديال اللي تبيع وتشري فيها ديال غادي تحطها في البلاصة. هذا خص اللي عنده بها الاستعمال ديالي يكون عنده. اكزاكتومون. بون أنا غادي نعطي 6700 باش نبقى في لي دوبل 7. ولكن هذا هو مون ديرني بخي انايا 7900. شو قلتي لالا بوتينا؟ انا ما تزيديش لالا عزيزه. يلا نديرو 8000. 8000 درهم. انا نقول 8500. انا بور موا سو سخا اسي 7700. اون اون دي سالا مونجي هي لي تيبيك لي لي تري 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 جولي. Le travail il est très raffiné, très minutieux. Donc, il a dit qu'il a fait le travail de la zone. Exactement. L'incrustation de la هي انا قلع الثمن غادي يمكن لك. شوف انا غنزعم معك 9000 درهم. الى بان لك البيع ديالها ما بانش انت راه حره باش ترديها.
ساهله بدرهم لان نقيه لا الشلي ديالها ولا الطبله ولا الجلين ولا كل شيء. ما نبخصوش لك هاد الطبله زوينه. لا هي زوينه ما ولكن ما فيهاش الترشيش. البيع والشراء ديالها شويه ثقيل. ثقيل وصعيب باش تلقى شي واحد ولكن هي زوينه والله ما تي دابا تحب انا كان عندي فين نديرها والله تناخذها انا قسما بالله. وعلى كل حال هذه خصها تمشي للدار معاك 9000 درهم. شويه الى بان لك نديرو اخر ثمن ما بانلكش غترديها. لان حنا كنبيعوا نشريوا ماشي كنعشقوا الحوايج نتفرجوا فيهم بالنيه حنا خصنا نشريوا ونبيعوا كل حاجه عندها ثمنها. فوالا عندك العقاله لا ماشي باش نبقصوها هي اللي عندهم فيها الاستعمال ديالها غتجيب كثر ولكن حنا غنشريوها باش غنبيعوا ونشريوا فيها الله نربحوا فيها حتى حنا شي بركه. دابا على كل حال الكره عندك بغيتي تبيعي بسم الله ما بغيتيش نديروا الا بغيتي ب 10000 انا جديد 9000 دي 9500 لا ما عندي قسمت انا وياك لا ما الله يعطيك العافيه الا بغيتي صبر ما كاين مشكل ما كاين مشكل اجي ديري اخر ثمن شكرا شكرا مشاكو جاي وبح مرحبا شكرا بنشكرو بنشكرو السلام عليكم السلام عليكم الله يعاونكم الله يعاونكم شكرا ودي شكرا سعيدة علينا وعليكم على الطبله الصفقه غير مربحه ما عجبنيش الثمن ديالها ولاني بغيت نبيعها لانني مضيقه في في الفلوس وما لقيتش كيفاش ندير صافي المهم الطبله كبيره ما بقيتش نعاود نغدا ونعاود نرجع الله وما قلت نبيعها. من الصفقه الاولى ناجحه مع لاله سعيده نرجعوا للسي محمد اللي غادي يمر امام المشترين بالراديو العتيق ديالو واللي قدر الخبير الثمن ديالو 800 درهم. السلام عليكم. السلام عليكم. سيدي شنو اسمك الله؟ سي محمد اليتيمه من مدينه الخميساج. واخ عاودنا القصه ديال صراحه هذا الراديو هذا عنده واحد التاريخ ديال الوالده ديالي ورثاتو على الوالد ديالها الله يرحمه وكنا كنتفرجوا في البرنامج وقلت لها علاش لا ما نمشيوش نشاركوا حتى حنا. كنتو كتخدموه في الدار ولا لا كان خدام خدام ب 110 ولا 220 220 ياك وباقي خدام لي قابت لي شين نيت اللي مكتوبين تما ياك هذاك الشيء كامل دابا خدام حاليا خدام واخا الصراحه خصو يتجرب. جربتوه مع ليكسبير ولا ما جربتوه؟ لا ما جربناش. عنده لونتيل لا يكونوا عنده واحد لونتين؟ لا ما عندوش. ما عندوش. اش من ماركة سي أديب؟ ميد إن جيرماني. جيرماني بس هذا وايد سيريو. أوبتا 240. بيني ستارت اب. بيني عيان شوية. تكون ان غراندينغ. مي سي اون مارش سي جينيال. هذا سي ان اوبجي اونسيان باين 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 دواز مع راسها ديال لي زاني 40 بيزار با دو مارك سي ديغيير راير الفوق المارك وي لا جو فوا بانت لك انت في لو دو غادي تبان لك لا مارك يا اوكين مارك لا اوكين وي بانت لك لويل فوالا لويل سي ان تري بون مارك لا مارك اي بيان مي سولمون لو فيرني تا روفير هو خليتي مزيان اللي خليتي انت ما بغيتش نزيد عليه حتى شي تعديل باش عاود خصو يتعاود الى بيمي هذا اللي خداي قادو الى غادي يخدموا ولا شي حاجه البريز دوريجين ديالو حتى هو الكابل ملقم بالسكوتش نو كلشي بيس دوريجين مزيان تو لا با موديفي هكا تيبقى في ليطا ديالو من يلا ريكومونس لي زونشير مو جو كومونس لونشير ا 300 مو جو ديغي 500 600 عندي 700 800 عندي 850 870 900 عندي سي سالم لا انا عندي منهم بزاف ديال الردوات فحال هادو
950 1000 1000 درهم عندي بصحتك. اش قلتي يا شريف؟ 1000 درهم لالا بوتينا ها؟ قلت لك 1000 درهم ما شنو قال لك ليكسبير؟ شحال عطاك؟ هو عطاني واحد الثمن ونشوفوا نتوما الثمن ديالكم. واحد كاين شي واحد اللي بغى يزيد فوق 1000 درهم؟ دابا هذيك لا ديغنيغ فوا كنت خديت واحد وصدق ما خدامش. بيا لو ريسك ديال تاخذو على انه خدام حتى الا خدام حاجه واخا خدامش راه ما عرفتي شنو راه بحال شريتي غير الخشب الكادر وداك الشيء. ولكن اليوم هو الحلاوه ديالو لا فالور ديالو فين كان خدام. ولكن سي اديب اليوم الصوت ديالو وداك الشيء ما تقدش كاع واخا خدام ما تقدش اتموديفي داك الشيء كيتحدى. لا دابا كيتحدى ديكور وصافي كيتحدى ديكور اكزاكتومون. دابا اون بياس ديكوراتيف فهمتي شي كاع باش تخدمو. اش قلتي؟ انا اون دولار سوبر انا قول لي حاجه الثمن؟ دابا عندك الاختيار اما 1000 درهم وجي دير اخر ثمن مع لالا بوتينا اما غتردو. ولا شحال انت عندك شي فكره شنو كنتي ناوي فيه ولا سولتي عارف لا فالور ديالهم شحال ساويين ولا؟ وهو حنا ما كرهناش فيه شي لا حقيقه الثمن اللي عطاتك حيت عشقاتو ما باش تعاود تبيعو وفي هذه الحاله هذه انا ما يجيبلهاش 1000 درهم. انا ما تنديرهمش ما سي با اختصاص ديالي. اش بان لك الشريف غتقبل هذا الثمن 1000 درهم ولا لا؟ صراحه لا ما تقبلوش ما كاين حتى مشكل للاسف. شكرا مرحبا. شكرا على الحضور ديالك على كل حال. شكرا مع السلامه. صراحه ما عطاونيش الثمن اللي كنت مقتنع به وكنت ناوي زعما شي ثمن مناسب ولكن ما توفقش وقررت رد لوبجي ديالي معايا. ثالث قطعة معنا اليوم جابتها لالا أسماء من الدار البيضاء واللي هي عبارة عن لوحة فنية تشكيلية. لالا أسماء سليم من مدينة الدار البيضاء مرحبا بك معنا في برنامج آخر ثمن. ربي يخليك شكرا. لاباس عليك؟ الحمد لله. تفضل معنا. الحمد لله. كي دايرة لاباس؟ لاباس الحمد لله أنت بخير. الحمد لله جيتي وجبتي معك هاد اللوحة هذه المرسومة من طاحت عليك عاود ناقصتك معاها. هاد لو طابلو عاش معنا عاش معايا مع ماما وديال جداتي يعني من جداتي الماما وعات عليه عندها ديك 10 سنين وانا خلاص وعيت عليه ما كاينش شي تصويره عندنا في الدار ما فيهاش هاد لو طابل محطوط في الصالون في الصالون. عجيب. وما عندكم حتى شي فكره جداتك من جابته ولا فين خداته؟ لا صراحه ما عنديش فكره. انا اللي عارفه ان هي كتبغي الرسم وكتبغي تشري التحف كتبغي داكشي يكون في الدار بزاف ديال لي طابلو. مزيان. وجيتي باش عارفي القيمه ديالو الماديه ياك. مرحبا بك اسماء. استاذ عبد الجبار الخبير ديالنا برنامج اخر ثمن شنو ممكن تقول لنا على هاد اللوحه هادي؟ فهاد اللوحه هادي هي لهذا الفنان غونزاليس دياس هو من كوبا. ها من كوبا وكان تابع دراسه ديالو في الهابانا في فنون الصناعه التقليديه ومن ثم بدا يرسم والاغلب ديال اللوحات ديالو هي ديال الطبيعه يعني تيستوحي المضامين ديالو في اللوحات ديالو من الطبيعه. ولكن دابا هذه اللوحه ديالو اصليه او نسخه؟ فهذه اصليه. اصليه هذه اصليه هادي. أصلية. نعم. اصليه. انا شفت حتى الاطوال وداك الشيء باش عرفناها يعني الاطوال ديالها الاطوال ديالها يعني في نقدروا نقلبوا باش يشوفوه المشاهدين. نعم نعاونك. فالاطوال ديالو الاطوال ديال 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 الاطوال يعني مأثر فيها الزمن والمكان يعني باتيني وحتى الاطار ديالو قديم قديم. الاطار يمكن خصو يتبدل الا كانت لوحه ديالو ولكن اللوحه قديمه اللوحه الاصليه الاصليه اصليه. اوكي مزيان. فهذا خبر جميل. هذا الفنان هذا الفنان هذا ديال هذا غونزاليس دياس قلت كان هاد الدراسه ديالو في مدرسه ديال الصناعه التقليديه ديال الفنون الصناعه التقليديه في الهافانا سنوات تقريبا استاذ بزاف تقريبا شي شنقول لك 60 سنه بحال هكا 60 70 سنه. واليوم تيعيش في ميامي في الولايات المتحده في امريكا تيعيش في ميامي. انا قلت المعظم المضامين ديال اللوحات ديالو هي الطبيعه والطبيعه يعني يستقي الالوان ديالو القويه من الطبيعه ثم ينقلها الى لوحات الالوان لا باليت
ثم بعد ذلك الى العمل ديالو الفني فتيعبر على الاحاسيس ديالو ويفجرها داخل اللوحه. الملاحظ هو انه استعمل اللون الاحمر ياك اللي نعم تيستعمل دي كولور الالوان دي كولور باستيل وتيرن يعني ماشي داك الالوان البيت هي تيرن يعني غالبا ما تعبر عن الاحاسيس ديالو انه يفجرها داخل اللوحه. داخل اللوحه ولكن كي هاد السي غونزاليس دياز طاح في اليدين ديال الجدة. وهذا هو الامر انه الزمان والمكان بعيد ثم هاد اللوحه جميل جدا وصلت لهنا. كيفاش طاحت عند هاد الاسره يعني؟ نعم هي في الحقيقه انا تفاجأت. هذا هو السيناريو اللي بغى نعم اللي بغى نعرف. نعم فهاد في الزمان والمكان يعني انه الفن تقدر شي حد خداها الفن تيقول باعها في الماء جات عبر الميناء تباعت في الاسواق وطاحت في اليد ديال الجدة ديالك. فالفن كيف ما كان العمل الفني فهو لا مكاني ولا زماني ولا زماني حسن جدا الاستاذ والبيبليك ديالو يعني الجمهور ديالو اوكيمينيك يعني عالم كوني اذا نرجعوا للقيمه فالقيمه ديالو انا المواضيع بالنسبه للمغرب المواضيع ديالو هي الطبيعه ولكن كاين لمسات فنيه كاين تعبير كاين الوان جميلة فانا وضعت له 2000 درهم 2000 درهم 2000 درهم اسكي لي كوتي او با هذا الفنان هذا الفنان في المغرب ماشي كوتي مشهور بزاف يعني ولا هاد اللوحه مشات لتما يمكن سي بوسيبل يمكن ان هذا الفنان اللي كانوا تيعرفوه في دول اخرى جاوا كثر بزاف اذا 2000 درهم هو المبلغ تقديري اسما شنو بان لك انا صراحه كنت يمكن متوقعة أكثر ولكن الخبير غادي يعرف أكثر مني في ولكن مازال عندك الحظ أنك تجربي مع المشترين يقدر واحد من المشترين ديالنا عندنا أكيد ياك المشترين نعم. تقريبا كيهتموا بالفن التشكيلي وبالرسم نعم. يقدر يكون كيعرف هذا الفنان ويعطيك ثمن مناسب كنتمنى جرب حظك معنا وبقى معنا تفضل أول باس ديالك مرحبا بك أسماء عجيب فحال شي عاصفه ولا شي حريق هبط على هذاك اللون اللي هنا كيتكب على البحر اه هذا الواحد ديالو فواحد الكتالوج انا تفت خلتنا يعني كلها تتعبر على يعني الطبيعه والالوان الاكثريه ديالو ولكن تخيل في ان انجوليكا غادي انجوليكا غادي يكون زمان بالنسبه للوحه اللي جبت هي لوحه عندها قيمه عندي هي اصلا عندها قيمه كما قال الخبير الثمن اللي عطاني هو 2000 درهم صراحة واحد الثمن اللي ما اقتنعتش به ولكن غندافع على اللوحة ديالي في القاعة ديال المشتري. أكيد لالا أسماء في قاعة البيع غادي يكون الحديث مختلف بين المشترين على اللوحة كل حظ ليك أمامهم ولكن قبل ما تدخلي لقائهم غادي نتعرفوا على لالا عائشة اللي جات من مدينة برشيد وجابت معها قفطان تقليدي أصيل. مرحبا واهلا وسهلا بلالا عائشه العمري مرحبا بك. السلام عليكم. لاباس عليك؟ تفضل معنا جيتي من مدينه برشيد. نعم. جيتي وجبتي معك هذا القفطان هذا الهائل. ايوا عاودي لنا قصتك معاه. القفطان هذا ديال السيده جارتي حيت ما قدراتش تجي مريضه ضرها رجليها. الله يشافيها. بارك الله فيك وكلفتني نجيب هذا القفطان ديالها. هذا القفطان هذا ديال ورثاتو على مها كانت خدامه عند شي ناس فاسا هماويين عطاوه ليها وعطاوه ليها يعني هذه تقريبا اش غنقول لك غير هي هذه اللي جارتي هي الصغيره في بناتها راها زايده في 60 صافي عندها في عمرها غتكون شي دابا 63 عام تقريبا يعني هذا القفطان هذا راه غتكون عنده شي 80 او 90 عام في العمر ديالو وهذه زوينه هذه وهي خرجاته لا الظروف هي اللي خلاتها تخرج تجيبوا البرنامج تجيبوا البرنامج لان هي مسكينه احتاجته وما عندها هي هو كتفضل انه يبقى عندها يعني قيمته عندها كبيره عرست به شي وحده من البنات ومن العائله ولا عمره ما تلبس عرست به بناتها مزيان حيت زوين بزاف بنات كبارين غير حناو فيهم وما عمرو ما تصبن ما عمرو ما تصلح ما عمرو ما مشى للمصلح كما هو راه كيبان لك الشكل ديالو كيفاش داير واخا العيشة مخدوم بالسم الحر السم الحر هادشي اللي غادي
طوسه نسولوا عليها الخبير ديالنا السي عبد الجبار. تفضلي معنا لاله عائشه. استاذ عبد الجبار، شنو يمكن لك تقول لنا على هذه التحفه هذه؟ فهذا القفطان هذا هو ديال الفلوخ نون سوايو، يعني المبره اللي ماشي اللي فيها الحرير، غير حريري. اييه، هو مطروز بالسقلي، حيت كاين السقلي وكاين الخيط الذهب اللي كانوا تيستعملوه اليهود في تطوان وفي فاس. الخيط الذهب ديال 18 كارا هذا ديال السقلي، والمدينه المشي ديال فاس هو مدينه ديال سلا. دكتور قال لك ديال سلا ماشي هذا ديال سلا. علاش ديال سلا؟ علاش؟ لانه كاين هنا في الاغلبيه ديال القفطن ديال فاس ديال الفلوخ تيكون كله مملوء، مملوء كثير، مملوء تيستعملوا، لان كنعرفوا حنايا داك ليكجوبيرونس ديال المهرجان. نعم، وديك الوفره، الوفره في التزيين ديال فاس، ماشي غير في الثياب وفي اشكال اخرى فنيه. وهذا الطوس حتى هو كاين، وهذا الطوس هو يمكننا نلقاوه فاس، ولكن هو هذا داروه هنايا في تطوان في فاس. فاس لا بغيت تقول، فاس لا بغيت نقول لك. حتى هو زوين يعني، بال ولا ومطروز بشكل ديال على شكل يعني التناظر، يعني اون سيمتري ديال التماثل. دونك اون سيمتري هنايا تماما نفسها كتعاود يعني وبين طبعا. وكما قالت لك الشريفه يا مولات، يعني 80 سنه تكون عنده وهاد العقادي هادو، وهاد العقادي هادو ديالو حتى هما بالسقلي مصايبين، تيبقى قفطان حر. سقلي حر، سقلي حر، ماشي خيط الذهب، ماشي خيط الذهب طبعا. دونك سقلي حر ديال السم، الموديل نعم. ديالو سلاوي، وعنده تقريبا 80 عام او اكثر. نعم. شنو هي القيمه؟ القيمه ديالو انا نقول 2000 درهم. 2000 درهم 2000 درهم فقط. مزيان 2000 درهم، لان السقلي فقط ماشي خيط، ماشي خيط ديال الذهب. لالا عيشة، نعم. كيف جاك الثمن؟ تنشوفوا المزايده كيفاش غتكون. برافو عليك، اذا انت غتجرب حظك في قاعه البيع مع المشترين ان شاء الله. وان شاء الله نتمنى لك خير، لك صديقه اللي الله يشافيها اللي صيفطاتك عندنا. مرحبا بكم، تفضل معنا، هو الباس خودو. شكرا. تفضل قاعه البيع. اي سان بوردو لي جولي، تري سامبا، تري لي جولي. انا نورمالمون كاين بزاف الخضر، مي لو بوردو حتى هو كيعطي، حتى هو زوين زعما، راه زوين تعرسها وداك الشيء زوين. جيت نيابه على جارتي لانها كانت عيانه مريضه شويه ما تقدر تجي، وجيت بالنيابه عليها، وهي قالت لي راه طرز فاسي، هذاك القفطان فاسي، والخبير كان عنده راي اخر، هو قال لي سلاوي، وعطاني واحد الثمن لي يعني مولاته هي ما عتقناش بداك الثمن، ولكن ملي ندخلوا ان شاء الله لقاعه البيع يكون خير. بالضبط لاله عائشه، ولكن قبل ما غادي تدخلي لقاعه البيع غادي تدخل لاله اسماء واللي جابت لوحه فنيه للفنان غونزاليس دياز. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله. تبارك الله. اسماء منين جايه؟ من الدار البيضاء. وهذا اللوحه هذه كانت عندكم في العائله ولا شريتوها؟ يا هاد اللوحه ديال جداتي، لقيتها في دار جداتي، من بعد ولات في دار ماما، من بعد ولات في داري، يعني عندها واحد 60 عام بحال هكاك او لا اكثر. تبارك الله. وعارفه شي حاجه على الفنان او على القصه ديال الطابلو أنا قبل ما اسمحني انا عارفه ان الفنان من كوبا، وانه كيبغي يرسم على الطبيعه، وانا الجده ديالي كانت كيعجبها اللوحات. غونزاليس دياز. غونزاليس دياز، عرفت شي هاد غونزاليس دياز؟ غاد لي بوالي وي وي، تري جولي طابلو كامل. غاد لي بوالي، بوالي لا طوال لي بان. غونزاليس دياز كنعرفوه كوم بانتر، ولكن عنده 76 عام، لا 67 عام، 67 عام، دونك ما نعرفوش رسمه ملي كان عنده 7 سنين. ما عندكش السيرتيفيكا ديال الطابلو؟ لا، هذا هو المشكل. الاخت هذا الطابلو
لو باتر اللي مسيديه هذا واحد لارتيست مشهور في العالم كامل وباقي حي وباقي في الحياة وباقي حي. إذن الطابلو ما عندوش بعد 60 عام يلا إلا كان سبقوا في 7 سنين ما نظنش صراحة. دابا المشكلة اللي عندنا أمام هذه اللوحة هذه هي ما عندناش السيرتيفيكا ديالو الطابلو ديال هذا المستوى وديال هذا السينياتور خص يكون عندنا السيرتيفيكا ديالو دوتريسيتي ما عندناش حيت مالوغوزمون كاين دي فونسيغ بزاف ديال هاد لي طابلو وساكن فلوريدا فلوريدا تقدر تتصلوا به ويعطيكم السيرتيفيكا صراحة هاد لي طابلو بزاف كيديروا بزاف ديال لي كوبي ديالو هو شافوا ليكسبير قال لك ان هاد الكوبي حقيقية انا هي لا الا كانت كوبي ديجا ماشي لا ماشي هي كوبي قال لك هي الحقيقية يعني النسخة الأصلية لا لا هو ديالو يعني هو اللي راسمها هو واخا يقول لك هو راه هو اللي راسمها تقدر تكون صحيح كما تقدر تكون غلط ولكن باش كنحيدوا هذا الشك ديك 1% ديال الشك هو لو سيرتيفيكا دوتونتيسيتي وملي هو باقي حي دونك هذه مزيان سي ناتو كما قالت لك لالا عزيزه لو فيت انه مازال حي دونك يمكن لك تكونتاكتيوه وتصوروه ليه وتسولوه واش انت اللي رسمتي هذا يقول لك اه ولا لا وهذه القضيه الا كان الا كان افيكتيفمون هو وصادق عليه بان لو طابلو ديالو راه تنظن بان الثمن ديالو غادي يوصل لواحد الثمن خيالي وهو براسو يقدر يشري من عندك بواحد الثمن خيالي سورتو كان بعدا مغربي نعرفوه وهذا يعني يمكن غادي تكون واحد عنده واحد القيمه ولكن لو فيت انه ماشي مغربي ولو طابلو ما عندوش لو سيرتيفيكا دو ما كيتباعوش عندنا في المغرب فوالا ما كيتباعوش الثمن بخس يعني ما غاديش يعطيو اون فغي فالور دونك انا شخصيا ما نقدرش نعطي فيه حتى شي ثمن حنا كاملين تنقترح فوالا تنقترح ديري اون غوشيرش على حنا كاملين المهنه ديالنا ما تسمحش لنا نعرضوا على الناس اللي كيشتروا من عندنا اللوحات شي حاجه اللي حنا ما متيقنيش 100% بانها هي اوريجينال هادشي علاش ما غنديروش المزايده وما غنمكناش نعطيو شي قيمه للحاجه اللي ما يمكنناش حنا نبيعو ونشريو فيها الا كما قال لك السي اديب الا درتي واحد البحث جاد واتصلتي بهذا اليوم في الانترنت يمكن لك تصيبي هو مازال عايش في الحياه يمكن كيعيش في امريكا في ميامي فلوريدا ولا فلوريدا على كل حال حاولي تصوريه وتصيفطي ليه الصوره ديالو وديك الساعه الا كان هو اوريجينال ديالو راه كيسوى على الاقل 5000-6000 اورو على كل حال ديري هذه المحاوله باش تراسلي هذا الفنان هذا راه مازال في الحياه كما قلت لك وشكرا على الزياره ديالك عندنا وسمحي لينا اللي ما يمكنناش حنا ما كاين حتى مشكل شكرا 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 Alors il est encore vivant, il est à Floride, Anna, elle peut faire ses investigations. Et c'est, comme il a dit, l'écart entre 1000 dirhams et 60 000, voilà. Exactement. Tu peux 1000 dirhams et 60 000. Même si tu as dit que 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 ولكن ان شاء الله غنحاول نقلب عليه على قبل الام ديالي ومن بعد مرور لالا اسماء جا الوقت باش تمر لالا عائشه امام المشترين بالقفطان الاصيل اللي جابته للبرنامج نيابه على الصديقه ديالها واللي قدر الخبير الثمن ديالو 2000 درهم السلام عليكم السلام عليكم انا ورحمه الله لاباس الاسم ومن مدينه جيتينا سميتي عائشة جاية من مدينة برشيد مرحبا بك لالا واش جبتي لنا شي قفطان شنو القصة ديال القفطان؟ هذا القفطان ديال واحد الصديقة ديالتي ورثاتو عن الأم ديالها هذا عنده تقريبا في العمر ديالو ما يزيد تقريبا على فوق من 80 أو 90 سنة وكانت الأم ديالها كانت عند شي ناس كتخدم عندهم وهداوه ليها كهدية وبقى عندها عارفة هاد القفطان من اين مدينة واين منطقة؟ هي كانت خدامة عند هادوك الناس فاس الوقيت اللي شافوا الخبير قال لي راه طرز السلاوي هو راه بالسم الحر وهذا ما عمره ما تصبن ما
ما عمره ما تصلح. من نهار تخدم ما عمره ما تصبر ما عمره ما تصلح. هو اللون ديالو هذا الحمر هذا اون فولور إلي تخي جولي. هو قديم قديم. قديم اه مني شافوا الخبير الكلام اللي قلت ليه تقريبا اكدوا ليا. هو قديم قديم مخدوم باليد. مطروز باليد. اه باليد نطع باليد. باليد نطع والصم بارد. بسقلي الحر. اه لا بسقلي الحر. المبره شويه واقفه ماشي المبره الحديد ديال الحرير باردون. فيه الطرزه ديال الطاووس زمان كانوا تيديروا الطاووس بزاف. ما عرفتش شنو اللي كيديرونجيني في هذا العقاد. حاجه وحده. حاجة واحدة اللي هو السنسلة القفطان القفطان ما عمر كتكون فيه السنسلة كيكونوا فيه العقاد الدبانة كتشد هذا راه حيت قديم يعني الوقيتة اللي تصاوب هو ديك الساعات كانوا كيداروا لا فهمتك يعني حتى لهنا لهنا اللي ما بقاوش كيداروا هو القفاط نعاودتني لقدام نعاود نرجع معاك الحلاوة ديالو ولا لونسيانتا ديالو هو ملي كتكون ديك الدبانه تاعيتو له الدبانه اه تيديروها في العقده ديالو هنا راه كلهم طايرين ايه متفقه معاك ياك طايرين راه ما نورمالمون كيكونوا ضروري خصهم يكونوا هنايا متفقه معاك ولكن بيست. كل عصر و... كل حقبه وشنو كيديروا اه كل عصر وهذا ديالو لا عائشه نعم سيدي هي ليا هذا القفطان ما عندوش 80 عام هذا القفطان عنده 50 عام لان هذا الشكل ديال لا فورميتور اكلير ديال السنسله ديال السنسله ديال فوق السبعينات هذا فوق السبعينات ما كانش هذا في الخمسينات وفي الستينات كان ديال الحديد كانت السنسله ديال الحديد هادي بلاستيك هادي ميكا من 1970-80 او بلو تار فان دي زاني 70 ديبي دي زاني 80 انا با بو بيتيتر راجوتي بلو تار باش يزادوها من بعد يمكن وحتى المبرة ماشي الكاليتي الرفيعة ديال المبرة ديال الموشيتير. حاجة سيكو هذا القفطان كيما قالت لك ما مصبن. راه حيت قديم راه عمره ما تصبن. ولكن غتلبس شوف ها هو. شوف الخياطة هنايا. طارت الخياطة ها هي شوفها شوفها. لا اونسيان، سي ان كافطون اونسيان، لا نقاش فيها. اونسيان مي با لي كوم ال دي 80. لا نقاش فيها حتى ديبون هنايا. هذا إلى ماكسيموم 40-50 طون، ماكسيموم. جو مي ما مان فو. هاد لي بون هادو زويونين وانا تنعرف لي بون كيديروا بزاف فاس مي ابخي ما عرفتش لي تري زابي مي في الصراحه دواز دواز اه دواز دونك اون كومونس لونشير جو بونس كي فا اوفر لو بال انا جو كومونس بويسون 800 درهم 900 درهم 1000 درهم 1200 درهم 1400 1500 1600 اش بالك زيد شويه شوف الا نعطيك 2000 درهم حيت هذا القفطان هذا ما يمكنلوش يتعرض ما يمكنلوش يتلبس ما يمكنلوش يترمم خصو يبقى بحال هكذا يعني انايا تنشوفو الا كان معلق مجبد في الحيط جوست بوغ غابلي الخدمه كيفاش كانت تخدم ديال الصم والطرزه ولو غابيل ديال المدينه فين تصنع ولي موتيف اللي فيه فانايا اش قلتي 2000 درهم أزيدو شويه أزيدو شويه اش نزيدو ما بقى لنا ما نزيدو لا لا أزيدو شويه أزيدو شويه لان القيمه ديالو ما كتساويش 2000 درهم شحال القيمه عنده ديال كتساوي نعم شحال كتساوي بالنسبه لك وا نتوما راه غتعرفوا هذاك الشيء وانت يا ملي عقلتي ما كتساويش هذه القيمه يعني عندك واحد الفكره على شحال تيساوي ولا سولتي عليه ولا الناس عطاو فيه شي ثمن شحال قال لك الخبير نفس الكلام عطى 2000 درهم احنا ما كرهناش شي شويه يكون شويه الثمن شويه حيت والله لا القفاطن القفاطن كاينين بزاف وكاين فيهم كاين حسن من هذا يعني محافظين عليه حسن من هذا و
وشكل اخر يعني الخفطان راه تيوصل راه تيبدا من 1000 درهم تيوصل حتى ل 5 المليون 6 المليون 80000 درهم يعني مي عاوتاني هذا قفطان يعني جاري به العمل والثمن ديالو تيبان لي ثمن حفاظا على ليطا ديالو باش تعرف غير بالخدمه ديالو اما هو ما غاديش يتلبس ما يمكن يلبسو حتى شي واحد هذا القفطان مي زويون شنو تقولوا الاخوان الثمن المناسب 2000 درهم لا اللي لكم نتوما انتوما يا هنايا انا وقفت الثمن المناسب اللي عطيتي صافي تو واحد فيكم بغا يزيد وقفات عندي الكره دابا اخر ثمن شكرا لك شكرا لك شكرا لك الله يعطيك الصحه شكرا لك السلام عليكم السلام عليكم الله يبارك فيك ايوا مبروك السي اديب الله يبارك فيك تمت عمليه البيع عاديه مزيانه الثمن اللي كان قال لي الخبير هو باش تباع القفطان حنا كنا باغيين يكون اكثر لكن ملي ما جابش اكثر من هذاك الثمن معليش حتى 2000 درهم مزيانه واخر قطعه في حلقه اليوم غادي نكتشفوها مع لالا زهره من مدينه الدار البيضاء واللي هي عباره عن عكاز اسيوي بشكل خاص اهلا وسهلا لالا زهره العريف بارك الله مرحبا بك تفضل معنا جيتي من مدينه الدار البيضاء مرحبا بك عندنا لالا الله يخليك الله يكبر بك عجبك برنامج اخر ثمن اليوم من المعشق ديالو كتفرجي كنتفرج فيه بزاف عاد انا والوالده ديالي نيت هي اللي هاد العكاز ديالها الله يخليها لك وسلمي لنا عليها ربي يخليك الله يحفظك لالا زهره جبتي لنا هاد العكاز ولا هاد العصا ياك اللي كان اللي غالبا كنستعملوها باش اللي عنده مشكل في المشي كيتكى عليها ياك كنقولوا زوينه بزاف غزاله شنو قصتها هذه عندنا الوالده عايشه برا ياك وهي مولوعه بهذا الشيء ديال العكاكاز كتاخذ داك الشيء ديال لونتيكيتي تبارك الله عليها مقيمه بالديار السويسريه عايشه في جنيف وهو ديالها هي اللي خداته وجابته لي هنا لكازا انا ملي شفت البرنامج قلت غير محطوط نقدر نستافدوا به الا جاب لينا لان هذا واخا تبغي تعكزي عليه ما غاديش غير كوم ديكوراسيون صافي نقدروا نمثلوا بها في المسلسل هي في المسلسل صافي ما يا ربي تبع ولكن ما تبعش الفولي نمثل بها ان شاء الله مرحبا بك تستاهلي نتمنى ان يجي يا ربي امين يا ربي امين السي عبد الجبار الخبير ديال برنامج اخر ثمن زوينه هاد العصا ولا هاد العكاز هي زوينه بالاول من كان سيت اون كان فهاد لاكان هي التقنيه باش مصنوعه هي مصنوعه من الكلوازوني اوكي الكلوازوني واحد التقنيه تتستعمل في الصياغه وكت تتكون من واحد الماده ديال لي ماي وهاد لي ماي هو سي دو 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 سي دو فير هو زجاج زجاج يعني دوب تيدوبوه وتعطيه واحد اللون وتيرصعوا به تيقوم بالترصيع ديالو وهاد العمليه هي الكلوازونمون الكلوازونمون تتسمى ديال فهو غادي يكون ماشي اوروبي غادي يكون اسيوي غادي يكون من اليابان ولا كاين لو سيرتيفيكا ديالها كاينه لو سيرتيفيكا كاع ما شفتها لو سيرتيفيكا غادي يكون من اليابان ولا من الصين ياكي هو صيني نعم من اليابان ولا الصين انا غادي نركب واخا ومتينا مش تقرا لنا السيرتيفيكا بحال هكا ياك بحال هكاك وكدير هذا وهذه الا خسرات هذيك كتقيل هو صيني وهذا هذا المادة هذه هذا غير الكروم لا معمر عرفت غير صيني لا عندي لا هذه اللي مذهبه الكروم نو لا سي دو كويفر سي دو كويفر وحيت كيبري بزاف نعم فهو زوين زوين عجبني فحتى في الاختيار الالوان زوين اللوك ديالو مزيان اختيار الالوان زوين والتقنيه لان التقنيه ديال الكلوازوني صعيبه جدا تسمى لا فيتريفيكاسيون ديال التزجيج يعني من الزجاج من الزجاج التزجيج التزجيج لا فيتريفيكاسيون وهذا الالومنيوم هذا مع الاسف كون كانوا يستعملوا النحاس غادي يكون غادي يعطي قيمه اكثر هذا ماشي النحاس استاذ شوف هذا النحاس ولكن هذا لاكس هذا اللي كيربط هو الالومنيوم فقط راه هنايا النحاس كاينه انا معاك استاذ زايره ولكن الترصيع جميل جدا اجي نواجي نصاوبوها يا استاذ لا ولا صاوب صا هو صافي هو ساهل في التصاويب ساهل في الصاوب بحال شي لعبه دابا شحال غنقولوا في عمره هذا
ماشي بزاف جديد جديد سيدي حيت دابا ولاو على مود ولاو على مود كاينين كاينين اللي تيجمعهم ديال الرجال وكاين اللي تيجمعهم العيالات لا كوليكسيون دو كان دو بور اون بور فام اللي خداته من عنده قالت تقريبا شي 100 عام عنده هذا زعما انا غادي نقول لك قل شويه المهم حنا السيد اللي البرونكوت في جنيف كان تقريبا عنده شي 100 عام هكا غادي نقول لك انا ما بين 70 سنه ولا 80 سنه بزاف 100 عام لانه داك لي ماي ديالو مازال ما فيهش حتى عيب واحد فيها البريانتي يعني. البريانتي ما فيه حتى هاد لي ماي صعيب الخدمه ديالو لان اي حاجه يمكن تخبسوا ولكن مازال الحاله ديالو أنت. ولكن مزيان يحتفظوا على الشهاده ولا السيرتيفيكا ديالو مزيان 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 الويد داك دايره غير في البوطه وحاطه ما كتستعملوش باش كتمشي محطه في لا فيتخين هكا كوم ديكوراسيون عجيب يعني اللي تقرحت اقترحت عليها بان تجي نديروا في هذا البرنامج واخا سيدي عبد الجبار شنو قلتي لا لا قيمه تقديريه انا القيمه التقديريه ديالي هو نقول لك 1200 درهم صافي 1200 درهم لان الكروازوني زوين زوين ولكن يعني داك الالومنيوم بظل القيمه ديالو كان عطاه واحد الطابع ولكن ما كاينش هادو في المغرب بزاف في المغرب ما كاينش هو اسيوي انا قلت اما صيني ولا ياباني وزعما على الله مع المشترين يعطي واحد كاين الا كان اللي تيجمعهم يقدر يعطيك اكثر الثمن ديالو الا كان اللي تيجمع لك شاركي معنا في قاعه البيع وشوف المشترين اش غادي يعطيو انا نتمنى لك حظ سعيد لاله زهره تفضل معنا وخذي معك الباس مرحبا بك ولكن زوينه استاذ زوينه لا 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 نناقش الزين ديالو ولكن لا ما الالومنيوم له قيمه بزاف داك الوسطاني ديالو داك لاكس هو اللي ممكن هنا الحاس غيكون زوين اكثر هذا ديال الشطيح عاوتاني هكا ديري لها هذه ديالها بالنسبه للقطعه اللي جبت معايا هي عباره عن عكاز العمر ديالو كيطرح ما بين 80 عام من 80 عام حتى ل 100 عام لو بخي اللي عطاني لك السبير ما عجبنيش لانه هو اكثر ما شكروا غيعطيني شي ثمن والثمن ما عجبنيش كنتمنى ندخل قاعة البيع وندافع على القطعة ديالي ما بين المشتري السلام عليكم السلام عليكم لاله مرحبا بك ربي يخليك حبيبة منين جيتي عندنا من الدار البيضاء تشرفين شنو الاسم ديالك العارف زهرة تشرفينا لاله شنو جبتي لينا معك هذا عكاز ديال الوالدة ديالي الوالدة مقيمة بالديار السويسرية وعندها ميول بأنها كتشري هادشي العكاكز وداك الشيء اللي اونتيكيتي يعني عندها بزاف العكاكز اخرين سي عندها ولكن ماشي هكا غير عاديين ولكن هي كل من هو شي حاجه كتاتيري كتشريها وكتجيبها لينا واخا نشوف وجابته ليا وانا ملي تفرجت في البرنامج قلت ارا نشارك به جاب ليا واحد لو بخي رانا غنبيعو ما جابش لي راه غنعرف على القيمه ديالو وانا راه دخلت قريت عليه شويه بانه شنو لقيتي باش قريتي عليه؟ شي 80 عام هكا كاينه باش هو دا ما قديمش بزاف الخدمه ديالو اللي كاين التيكي ديال لوغوسي ديالو راه كاين اه يا جي فيو سي سوفونير جو بونس ديال المتحف ملي كتخرج من اموزي كتاخذ كتلقى تيكي سا ريبريزونت لي كان ديال لا شين ديال 19 سيكل دونك عندك ليستوار ديالو اللي راكونت مي سي ان اوبجي ديال تستعملو مزيان زويون يجي مع ستيل ديال السي سالم الوريضات اللي لابس نديرو المونتاج بعدا إلي كوميم لوغ ألوغ باش كيبان لي با تخي تخي زونسيان بهاد المونتاج هاد الفيلتاج هذا ديالو إلي با أونسيان ما كانش شحال هادي في 19 سيكل هاد الفيلتاج دونك سي اون كوبي دو لونسيان حيت هو السيد اللي خدات من عنده قالها تقريبا راه عنده شي 80 عام هادشي بلانتيك الحوايج راه ماشي قديمة لا ولكن ما شوفوه هو عرفتي شنو في لابورت اي لي لوغ كوميم ودير له داك القومه ديال باش كتشد باش ما تعطيش صداع مي زوين سي البركان مو جيم بيان هذا الورد هذا لو ترافاي ما يسمى بالكلوازوني هادو لي شينوا كيخدموه كيصوبوا به لي فاز كيديروا هاد الترافاي ديال هاد لي ماي الزيمو ديالو زوينين حتى هما فيه خدمه زوينه ولكن هو ماشي كلوازوني على لو برونز ولا على لو كويفر هذا كلوازوني على ان ميتال داكشي اش لي لوغ وثقيل يعني هذا راه عكاز وسناح
اوميم طون لي دو. على كل حال نشوفو نحلو المزايده. انا غنقول 400 درهم هاك. زوين فيه زواقة الاسيوية تخي فيمينا وي اون فري با فريمون عندك في ان شين بعدا فيمينا ماسكولان ما كاينش داكشي يونيسكس على حسب لي ستيل ديالهم يزوز لي ستيل يزوز لي كولور يزوز لي موتيف يعني ما كاينش فيمينا ماسكولان سي با فرونتيير با يا با د فرونتيير يلبسوا الراجل زعما يقبطوا Et moi, je le vois plus porté par un homme que par la femme. Les femmes, Amrom, c'est comme toi, les cannes. J'ai jamais vu une femme avec une canne en Chine. Si en Europe. On m'a dit comme toi, non, les parapluies. Ah oui. Et dans la canne, le club, mais le parapluie, qui dit, là où je ne sais pas, ou la parasol. En Europe, à une certaine époque, quand les femmes qui déroulent les cannes avec l'argent, l'or. T'as vu, nous, quand nous avons les cannes pour les gens qui ont vu, quand nous des cannes. اللي كتجبد منها موسم من الداخل ولا سيف من الداخل يعني كدير كتجبد سيف من الداخل دونك سيتي اون كان باش يتعاون بها ومن طون اون ارم فوالا بور لو ديفونس دو بروتيكسيون غنقول على 600 درهم 700 درهم 750 اش قال الطنجاويه 800 درهم شحال 800 800 درهم شنو قلتي هادشي 50 900 950 ألف درهم وخمسين لا بالك. أنا كان ظن هذا بغاتو الطنجاوية وغادي يجي مع داك الشيء اللي لابسه نتمناو غادي يجي معاه نتمناو شنو قلتي في الثمن اللي عطات لا 1200 مازال شوية بغيت جولي 1250 شو قلتي 1250 1250 يلا قولي 1300 يلا تفضلي عندها عطاتك الثمن شويه غير شويه غير شويه ندير لي شحال شويه وا جيت 50 لا شويه وهي قلتي شويه بغيت ندافع عليك كيف قلت في هذاك كاين واخا غير شويه والله شي بالنسبه ليا 1350 غنوصل غير لو بخي تقريبا باش شاريه الوالده شحال شاريه الوالده 150 اورو 150 اورو ولا 150 فرانك سويس؟ نو شريتو في بالاورو اوكي بالاورو البرونكوت كيتديروا الاورو يلاه خديجه هو قال 1450 ياك 1350 شنو قلتي؟ 1500 يلاه صافي طلعت معاك 1500 ديري مع اخر ثمن صحة شكرا هذا مونتي دابا عرفتي شنو؟ دابا ما كاين غير اللي عصبني سلخو شوف دابا هذاك انت عجبتني ليستواغ دو لارم اون ميم طون تخدمي بال شوف لي جولي تخدمي بالمقلوب اللي عصبك جري من لهنا يطراق تم البيع بنجاح واخا كنت كنتظر بانني غيكون واحد الثمن اكثر من هذا ولكن المشترين قنعوني بان هذاك هو الثمن ديالو قلت اللهم نبيعو ما نرجعو معايا لحظات ممتعة اقتسمناها اليوم تلقوا الأسبوع الماجي إن شاء الله.